مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة الأنواع البشرية. اليوم سنكمل التعمق في اكتشاف ما تبقى من الأنواع البشرية التي شكلت جزءا من شجرة التطور البشري، ونتحدث عن الدور التي لعبته كل منها في رحلتنا الطويلة عبر الزمن. استعدوا لاكتشاف حقائق مدهشة ومفاجآت علمية مذهلة. لكن وقبل كل شيء، نود تقديم جزيل الشكر للمتابعين الذين ساهموا في دعم القناة ماديا. إن دعمكم هو ما يجعلنا قادرين على تقديم محتوى مميز وهادف ومفيد للجميع. وتيقنوا جيدا أنكم جزء أساسي في رحلتنا التنويرية الطويلة، وبفضلكم نتمكن من الاستمرار في استكشاف المواضيع المثيرة والمساهمة في نشر المعرفة والوعي وسط مجتمعات بدائية غافلة، والتي هي في الحقيقة بأمس الحاجة إلى مثل هذه المواضيع، والتي تخرجها من ظلام الجهل والخرافة والتخلف إلى نور العلم والتقدم. فكل دعم صغير أو كبير يحدث فرقا كبيرا ويساهم في استمرار القناة. شكرا لكم من القلب. إن رحلتنا لاستكشاف الأنواع البشرية لم تنتهي بعد، فلنكمل رحلتنا معا. تطور الإنسان العاقل منذ حوالي 300,000 عام من سلالة هومو بودوينسيس. كان بمثابة نقطة تحول رئيسية في مسار التطور البشرية. تميز هذا النوع الجديد في ذلك الوقت بالعديد من السمات التشريحية التي تختلف بشكل ملحوظ عن أسلافه وأنواع البشر الآخرين. من أبرز هذه السمات كان الدماغ والجسم، حيث أظهر الإنسان العاقل ميزات تشير إلى تطور معقد ليس فقط في البنية الجسدية، ولكن أيضا في السلوكيات الاجتماعية والقدرات التقنية. تطور الدماغ في الإنسان العاقل كان واضحا في الحجم والشكل. كانت أدمغة هؤلاء الأفراد أطول وأكثر استدارة من تلك الخاصة بأنواع البشر الأخرى. الحجم المتوسط للدماغ كان يتراوح بين 1100 و1330 سنتيمتر مكعب، مما يشير إلى كفاءة أعلى في معالجة المعلومات مقارنة بأسلافهم. بالإضافة إلى الحجم الأكبر، كانت أدمغة الإنسان العاقل تتميز أيضا بتطوير مناطق متخصصة، مما يسمح بقدرات معرفية متقدمة مثل التفكير المجرد والتخطيط الطويل الأجل. هذه التغيرات في الدماغ لم تقتصر فقط على الحجم، بل شملت أيضا بناء الدماغ نفسه، حيث كانت المناطق المسؤولة عن اللغة والتفاعل الاجتماعي والحلول الإبداعية كانت أكثر تطورا من ذي قبل. أما الميزات الجسمانية فكان للإنسان العاقل هيكل عظمي أخف وأقل كثافة عضلية مقارنة بأسلافهم. كان لديهم أطراف أطول وأقل كثافة، مما يعكس التكيفات مع بيئات جديدة ومتنوعة. هذه التغيرات الهيكلية ساعدت في تحسين قدرة الإنسان العاقل على السفر لمسافات طويلة وإظهار تفاصيل أكبر للحركة على القدمين مقارنة بالطرق التقليدية مثل تسلق الأشجار. الهيكل الأخف والجسم الأقل كثافة يسمحان أيضا بخفض استهلاك الطاقة في أوقات السلم والبحث عن الطعام، مما أتاح للتجمعات البشرية دعم عدد أكبر من الأفراد من دون الحاجة إلى استهلاك الموارد بشكل مفرط. مع تطور الإنسان العاقل بدأت تظهر سلوكيات اجتماعية متقدمة
لم تكن معروفة من قبل. تطورت القدرة على التعاون الاجتماعي بشكل ملحوظ، مما سمح للمجموعات البشرية بالعمل معا بشكل أفضل وأكثر كفاءة لتحقيق أهداف مشتركة. على سبيل المثال، كانت هناك أدلة قوية على استخدام الإنسان العاقل لأدوات متقدمة للتكيف مع البيئات المختلفة، مثل تصنيع الأدوات الحجرية المتقدمة منذ حوالي 300,000 عام، مما يدل على تفكير استراتيجي وتخطيط طويل الأمد. أدوات مثل الفؤوس اليدوية التي كانت ضمن تقنيات العمل المبتكرة، كانت هذه الأدوات جزءا من هذه القدرات التقنية، حيث ساعدت الإنسان العاقل على الصيد بطريقة أكثر فاعلية وتأمين الموارد. أما فيما يخص الهجرة فكانت منذ حوالي 100,000 عام مضى، بدأت موجات الهجرة الكبرى للإنسان العاقل تغادر إفريقيا وتنتشر في جميع أنحاء العالم. هذه الهجرات لم تكن عشوائية، بل كانت مدفوعة برغبة في استكشاف بيئات جديدة والبحث عن موارد أكثر تنوعا. بدأ الإنسان العاقل في التوسع تدريجيا من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا، متكيفا مع التحديات البيئية الجديدة مثل المناخ البارد والجفاف. وقد شكلت هذه الهجرات نقطة تحول في التاريخ البشري، حيث أتاحت للإنسان العاقل فرصة للتفاعل مع أنواع أخرى من البشر، أبرزها إنسان نياندرتال وهومو دينيسوفان، مما كان له تأثير كبير على التطور الجيني والتمازج الثقافي. تطور الإنسان العاقل لم يكن مجرد تطور في التشريح والسلوك، بل كان أيضا تطورا في القدرات الفكرية والاجتماعية التي مكنت هذا النوع من الانتشار والازدهار في بيئات متنوعة. كانت الهجرات خارج إفريقيا وظهور الأدوات المتقدمة كانت بمثابة دليل على التطور السريع للقدرات البشرية، والتي سمحت للإنسان العاقل بالبقاء والتكيف في بيئات مختلفة. رغم أن الهجرة أدت إلى تزاوج مع أنواع بشرية أخرى مثل النياندرتال والدينيسوفان، فإن التنوع الجيني لدى الإنسان العاقل ساهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية، وهو ما لم يكن متاحا للأنواع الأخرى. بفضل هذه القدرات المتقدمة استمر الإنسان العاقل في التوسع والانتشار عبر القارات ليصبح النوع المسيطر على الأرض. في الوقت الذي كان الإنسان العاقل يزدهر في إفريقيا، عاش نوع آخر غريب في جنوب القارة، إنسان ناليدي، هومو ناليدي. كان يمتاز بدماغ صغير يتراوح حجمه بين 460 و610 سنتيمتر مكعب فقط، وكان قصير القامة، فقد بلغ طولهم حوالي 143 سنتيمترا ووزنهم حوالي 39 كيلوغراما. وأظهر تشريحهم عن مهارات وقدرات عالية في تسلق الأشجار أكثر من الجري لمسافات طويلة. تم اكتشاف أولى بقاياهم في كهف بجنوب إفريقيا عام 2013، وتشمل 1500 عينة من 15 فردا مختلفا. لا توجد علامات افتراس على البقايا، مما دفع العلماء للاعتقاد بأنهم ربما دفنوا موتاهم في الكهف. رغم صغر أدمغتهم فكانت منظمة بما يكفي
لتظهر ذكاء معاصرا. تشير الأدلة إلى أن إنسان ناليدي يمثل فرعا تطوريا منفصلا ربما نشأ عن تزاوج الأسترالوبيتوكس مع إنسان هومو مبكر. تظهر الأنواع مثل إنسان ناليدي أن التطور البشري ليس خطيا كما كان يعتقد، فبينما تطورت بعض الأنواع مع أدمغة كبيرة وتقنيات متقدمة، ازدهرت أخرى بسمات بدائية، مما يعيد تشكيل فهمنا حول ما يعنيه التطور. حان الوقت للانتقال شرقا. هنا كان إنسان دينيسوفا يتجول. رغم أن لدينا على هذه القناة حلقة كاملة ومطولة غصنا فيها بعمق لاستكشاف هذا النوع الغامض من البشر بالتفصيل، فلا بد من المرور بذكر هذا النوع المهم من تاريخ تطورنا. وبالضغط على هذا الشريط الظاهر في أعلى الفيديو سوف يأخذكم مباشرة إلى الحلقة المخصصة لهذا النوع من البشر. لمن يرغب في اكتشاف المزيد من الأسرار عن هومو دينيسوفا، إن إنسان دينيسوفا المعروف حاليا من بقايا قليلة جدا يشكل لغزا كبيرا في تاريخ التطور البشري. بفضل دليل الحمض النووي تمكن العلماء من رسم صورة تقريبية عن هؤلاء الأفراد وأسلوب حياتهم. على الرغم من عدم وجود جمجمة مكتملة تمثلهم حتى الآن، يعرف موطنهم الحالي بموقعين مؤكدين فقط، وكلاهما يقع في آسيا، رغم أن نطاقهم الحقيقي غير معروف بدقة، فإن التقديرات تشير إلى أنه قد يمتد عبر معظم آسيا حتى عمق جنوب شرق القارة. إنسان دينيسوفا ظهر منذ حوالي 300,000 عام، ومن المحتمل أن يكونوا قد تطوروا من الإنسان المنتصب الآسيوي. إن تطورهم البشري في آسيا لا يزال غير مفهوم جيدا بسبب ندرة الاكتشافات، لكن اكتشافا حديثا في هاربن في الصين والذي يعرض جمجمة شبه مكتملة زاد من تعقيد هذا الأمر. أطلق على هذا النوع الجديد اسم إنسان التنين أو هومو لونغي. كانت الجمجمة شبه المكتملة تشير إلى تشابه مع جمجمة إنسان دينيسوفا، والذي يعبر عنها فك سفلي غير مكتمل والذي عثر عليه في كهف دينيسوفا في سيبيريا. تم العثور على أوجه تشابه ملحوظة في البنية السنية والفك. حجم الدماغ لهومو لونغي كان 1420 سنتيمترا مكعبا، مما يجعله كبيرا، ولكنه ليس مفاجئا بالنظر إلى أنه يقع في نطاق البشر الحديثين وكذلك إنسان نياندرتال. هذه البقايا قد تعني أن دينيسوفا وهومو لونغي كانا نوعين متشابهين، ربما حتى أنهم ينحدران من سلف مشترك حديث مع إنسان نياندرتال منذ حوالي 500,000 عام. عندما يتعلق الأمر بإنسان دينيسوفا نجد أنفسنا أمام لغز كبير. من خلال دراسة الحمض النووي اكتشف العلماء أن هؤلاء الأفراد كانوا يشبهون إنسان نياندرتال أكثر من البشر المعاصرين، رغم أن الأدلة تشير إلى أنهم كانوا يعيشون في الغابات والبيئات المفتوحة في جنوب شرق آسيا، إلا أن فهمنا لعاداتهم وتكيفاتهم لا يزال محدودا بسبب قلة الاكتشافات. غالبا ما ينظر إلى إنسان دينيسوفا على أنهم جزء من مجموعة أكبر من البشر الذين نشأوا في آسيا،
إلى جانب إنسان نياندرتال وهومو رودوسيانسيس، مما يجعل دراسة تطورهم في القارة معقد للغاية. من الأمور المثيرة للاهتمام أن هناك بعض الأدلة على التزاوج بين إنسان دينيسوفا وبين البشر المعاصرين، بما في ذلك السكان الأصليين في آسيا وجزر المحيط الهادئ. الحمض النووي من إنسان دينيسوفا يظهر تأطيرا جينيا في المجموعات السكانية الحديثة في هذه المناطق، مما يدل على التزاوج الذي حدث منذ آلاف السنين. هذه الاختلاطات الجينية بين دينيسوفا والبشر المعاصرين تشير إلى أن إنسان دينيسوفا كان له دور أكبر في التطور البشري مما كان يعتقد سابقا. إن اكتشاف إنسان دينيسوفا يبرز مدى تعقيد تطور الإنسان العاقل وتوزعه عبر القارة. إنه يدل على أنه لم يكن لدينا فقط سلف واحد، بل إنما كان هناك تداخل وتزاوج بين أنواع مختلفة من البشر، مما أدى بذلك إلى التغيير الجيني في سلالتنا الحالية. هذا يدفع الباحثين إلى إعادة النظر في تصورنا لتطور الإنسان العاقل خارج إفريقيا وكيفية تفاعل الإنسان المنتصب مع الأنواع الأخرى في آسيا. مع بدء موجات الهجرة الأولى من الإنسان العاقل نحو الشرق منذ حوالي 100,000 عام، كان إنسان دينيسوفا واحدا من هؤلاء الذين استمروا في العيش في المناطق البعيدة في آسيا. ومع التغيرات المناخية واندلاع الحروب والصراعات البيئية تأثرت هذه المجتمعات بشكل أكبر. إن أدلة الاندماج بين إنسان دينيسوفا والبشر المعاصرين توفر لمحة عن التكيفات والقدرات التي ساعدت الإنسان العاقل على البقاء والازدهار رغم البيئة الصعبة والتغيرات المستمرة في الظروف الجغرافية. من خلال هذا الاستعراض نرى كيف أن التطور البشري لم يكن مسارا خطيا نحو الحداثة، بل كان معقدا وغنيا بتداخل الجينات والتفاعلات بين الأنواع المختلفة من البشر. إنسان دينيسوفا يمثل جزءا من هذا النسيج المعقد، والذي يفتح أمامنا نافذة جديدة لفهم كيفية تطور البشرية بشكل متشابك عبر القارات وعلى مدى آلاف السنين. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، نلقاكم في حلقة قادمة لنكمل استكشاف أنواع بشرية أخرى في تاريخ تطور البشر. إلى هناك نلتقي، دمتم بخير.